جيتوا تبتدوا تشتغلوا، احسن حته تحطوا الحاجات في الجناب ولا في النص؟ لا الجناب، احنا هنشتغل خواتيق فيها. لو انا حطيت في الجناب هضطر انقل الحاجات دي which will cost me money. يعني انا عشان انقل البامب الموضوع سهل يعني العجل، بس عشان انقل الاستراكشر ده مش سهل، هحتاج وينش يشيله وينقله في حته تانية، فهدفع فلوس وينش يجي لي يوم ينقله. فافضل حاجه طبعا ان انا اسيب certain distance enough للماشين انها تلف. زي ما انتم شايفين السمنت والمولد حاطينه في نص الارض، افضل حاجه ان انا احط كل حاجه في نص الارض. طبعا اللكجري دي مش هتبقى عندي في كل حاجه ديفينتلي، لان انا لازم اسيب ووك واي دخول وخروج للسن والرمل والاسمنت للمعدات لو هطلع وادخل معدات اند سو اون. فبس بقدر الامكان اسيب الجناب كلها فري. لو انتوا بصيتوا هنا هتلاقوا الثلاث جناب دول فري تقريبا، الجنب ده الوحيد اللي حاطين فيه الماشينز بس علشان عربيات السن والرمل، بس هيضطروا ينقلوهم في الاخر. وانس ما وصلوا هنا هيضطروا يشيلوا دول ينقلوهم حته ثانيه وبعد كده يكملوا سن. اوكي، equipments available on site: loader, pump, mixer, pan mixer, small mixer, welding machine, الجنريتر، في كومبريسر هواء ورا هنا كان جنب الحته اللي ورا ديت. And that's it for the equipment on site. The tank of the water tank ده يعتبر equipment كمان يا جماعة. أي حاجة المياه بياخدها معايا هو كده المية هنا، عشان لو المية قطعت تاني يوصل عنده مية قدام إن هو ما يقطعش. أوكي؟ تعالوا نتكلم. يوجوالي بنحتاجوا الـ equipment أكتر من الشغل. بيحصل هنا وبعدين الفات بيرفع بتاع الفات. الميكسنج بيحصل في الحله اللي بتلف او الهوبر اهو، المفروض لودد فيه كل حاجه، الاسمنت والرمله والسن. اشتريها جاهزه ان هو يعمل بقى ايه؟ اشتريها جاهزه؟ مش اشتريها جاهزه، في ميكسرز بالوزن. في ميكسرز اون سايت، لا في باتش بلانت، سمول باتش بلانت بتحطها اون سايت. في ميكسرز من دول ادفانس شويه بالوزن. الهوبر بيبقى فيه لود سيل. طبعا الهوبر بيبقى فيه لود سيل تحته، فانت بتملى مثلا المفروض 600 مثلا كيلو رمله المتر مكعب، ف 600 على 7 مثلا اراوند 60 كيلو 90 كيلو ناس، فبتملى 90 كيلو رمله. وانس اللود سيل قرب 90 بتوقف، بعد كده بتملى السن. بس اللود سيل بتبقى البرودكشن بتاعها اقل شويه. كتير بتملى كده وخلاص. اللود سيل مثلا عديت، يعني دايما في تولرنس، يعني مش مطلوب منك 90 حطيته 91 هتقول استنوا لما فضيه. بس مثلا مليت مليت مليت، فانت وانت بتملى بتبقى دقيق قوي في الاخر، يعني بتملى الاول 80 بسرعه واخر 10 بتاخد وقت، بياخد وقت، ده بيرمي وخلاص. دي وحشه وحشه ولا عادي؟ لا يعني يوجولي ما بتطلعش الكواليتي اللي انت محتاجها كده. دي ديبندد على الناس اللي بيعملوها، الناس اللي بيعملوها لو بينفضوا. بس هي اكتر مشكله فيها كمان موضوع المايه، لان يوجولي الطبليه دول بيسموه طبليه يا جماعه، الناس اللي بيصبوا دول بيسموه طبليه. اللي تحت بيبقوا يوجولي، يسيبك من البايبس، بيبقى في ناس بقى فوق السقف او الكولمز بيصبوا الفورماجي. فالفورماجي دايما عايز الخرسانه وركبل لور، فبيقول للراجل اللي تحت زودي المايه شويه، فيزود له ميه، بتبقى الخرسانه يا دوبك بيقلب البراويطه او وات ايفر اللي بيصب بيه، بتجري في السقف كله، ما بقاش عليه مجهود ان هو يسحبه. فدي دايما مشكله الموضوع، الووتر او الطبليات شغلها دايما الخرسانه بتاعتها ما بتبقاش يعني تو ذا اكسبكتيشن يعني. اوكي؟ لسه هندي الانتروداكشن بتاع السقف، نجيب لوندر انك انت ممكن وانت شغال كمان متر تلاقي صخر، كمان 2 متر تلاقي عادي. فهي هو ده اللي حصل معانا، ان الجسه بتاعت الارض طول النهار دي كويسه، بس في الحقيقه هي جستها الشغل فيها صعب شويه، لان هي بعد حوالي 2 متر او 3 متر بتبتدي حاجه اسمها تظهر اسمها الطفله المتحجره صخر يعني. فحتى احنا في الاول جبنا المكنه الاصغر من دي ما قدرتش تكمل، زي اتكسرت كده في الموقع ومشيناها وجبنا دي اكبر حاجه يعني المفروض. المفروض الجثه بتاعت الارض دي هي اللي بتبين يعني الموضوع. التربه على حسب نوعها، على حسب الانتاج بتاعها، يعني التربه زي بتاعتنا ديت صعبه وكده، الشركه اللي احنا شغالين معاها اللي هي مش قويه قوي هيبقى معدل انتاجها 6 خوازيق في اليوم، 7 خوازيق، يعني لو قرصت عليهم يجيبوا 8 خوازيق ما يعملوش اكتر من كده. في مواقع ثانيه الارض بتاعتها سهله، ممكن الخازوق يبقى مدته تلت ساعه ونص ساعه، بتخش بحوالي 20 خازوق في اليوم وكده، على حسب طبيعه التربه.
فالارض زي اللي احنا شغالين فيها دي اقصى حاجه فيها في بعد الضغط وبعد يعني اخر حاجه ممكن نعملها ان احنا نعمل 7 8 5 بس احنا شغالين هنا بنظام 6 في 6 كده وربنا يسهل لنا. ابتديتوا امتى؟ كنت المفروض تخلصوا امتى؟ والعقد مع الشركه نتيجه لان هم كانوا باصين على الكاسات بس مش اكتر، فكان المفروض ان هم يبتدوا ويخلصوا خلال 40 يوم. طبعا الخوازيق مرحله الخوازيق، هم بعد الخوازيق على فكره هيمشوا، يعني خلاص هم ما لهمش علاقه، هم بس مجرد ان هم يخلصوا الخوازيق وبقيه الحاجات دي بقى احنا اللي بنكلمها اللي هو الحفر والردم زي ما قلت لك بتتعاقد مع مقاول هو اللي بيعمل الحفر والردم. فكان المفروض العقد 1/6 المفروض نخلص 10/7، طبعا احنا دلوقتي دخلنا في 9 ولسه ما خلصناش نتيجه لان كل شويه بتحصل اعطال وكل شويه الارض متعبه والناس نفسهم متعبين والسعر برضو احنا واخدينه بسعر ميت قوي مش مساعد برضو على موضوع الشغل وكده. غرامات بقى؟ ايه؟ غرامات لا مش سامع. في غرامات؟ والله في غرامات بس ما يعني لو حسبنا لهم الغرامات هيبتدوا يدفعوا لنا فمش هينفع. يعني احنا العقد بتاعنا عاملين اليوم غرامه ب 5000 جنيه فانت احسب من 10/7 لحد دلوقتي هم داخلين في مبلغ خيالي ان هم المفروض يدفعوا لنا. فلا ما بتمشيش غرامات، يعني هي دلوقتي مشيت بالود زي ما بيقولوا، بنحاول نساعد بعض عشان نطلع من الموضوع. هو الارض دي يعني المنطقه كلها يعني الحته بتاعت مصر دي كلها نفس الفكره نفس القصه، هي الفكره ان الناس دي دخلت وعملت العقد على اساس الجثه وفي الاخر ما قدرتش تنفذ، وبعد ما عرفت العيب الحقيقي عملت عقد تاني بميعاد تاني وبرده ما قدرتش تنفذ. فالموضوع خلاص بقى احنا هنمشي بطريقه يعني يعني دي كل اللي انتوا عايزينه كله بس خلصنا. احنا دلوقتي انت لو حسبتها حلها ايه التاني؟ ان انت مثلا هتوقف الشغل وتجيب شركه تانيه اقوى تشتغل؟ انت بس عشان تقف وتستنى شركه تانيه تيجي والشركه التانيه اللي هتيجي لمؤاخذه يعني ايه هتيجي تحط رجل على رجل في الموقع، انت مش عارف تشتغل اصلا فهتطلب منك سعر اللي هي عايزاه. دي اول نقطه. ثاني نقطه شركات الخوازيق ما بتتفقش اللي هو ايوه احنا عايزين يجي بكره، شركه الخوازيق بتحتاج لها على الاقل اسبوعين ثلاثه عقبال ما يخلص حاجه ويجي لك وعبالا ما يفرش الشغل بس ادي اسبوع، فانت ضيعت شهر بس تعاقد ضيعت فلوس كتير قوي عشان تعمل حاجه زي كده تمام. فمن الصعب ان انت تبدل شركه بشركه في الوقت اللي احنا فيه ده، فكان الحل ان احنا نساعدهم على قد ما نقدر عشان بس نطلع من الموقف اللي احنا فيه. انما على فكره هو في شركات ثانيه اقوى والموضوع فيه زي ما تقول عقود بقى حقيقيه وغرامات وشغل بجد يعني، بس هو احنا هنا الوضع شغال كله بلدي يعني زي ما بيقولوا. المفروض كده الموقع ده حوالي فيه 150 خازوق تقريبا. 150 هو المفروض كان فيه 200 بس احنا عشان نساعدهم خلينا 150. هو انت لو عديت داير ما يدور الموقع يعني المتر الطولي كام؟ المفروض في الموقف اللي احنا فيه ده احنا خوفنا كله من العماره دي، يعني انت في الاخر خوفك كله من الضلعين دول بالتحديد، الضلعين دول يعني اقل خطوره شويه فبنسميها خازوق في خازوق، يعني ممكن تكون مسافه منهم 10 سم مثلا ده اقل حاجه، يعني خازوق لازق في اللي جنبه. معرفش الباشمهندس قال لكم ان موضوع احنا بنحفرش الخازوقين مع بعض، يعني بنحفر خازوق نسيب خازوقين ونحفر خازوق عشان ما يحصلش عمليه تاني، فاحنا بنشتغل كده بنشتغل خازوق اتنين لا خازوق وبعد كده ارجع بظهري كده. طبعا اللي بتحفر لازم يتصب واستنى تاني يوم عشان احفر جنبه، يعني ما بيتصبش يعني حتى لو اتصب الصبح بدري ما اشتغلش بيه بالليل، لازم استنى لحد تاني يوم اشتغل. من اول الخازوق دوت وانا جاي كده هبتدي اقلل شويه المسافات ما بين الخوازيق اخليها 20 سم. قصدي اكبر المسافات بين الخوازيق عشان اساعدهم اكتر ان انا اقلل عدد الخوازيق والضلع ده برده عشان ما فيش مشكله قوي انا اعمل برده نفس الحركه لان انا هنوسع مسافات شويه بين الخوازيق بس هي ما بتوسعش يعني اكتر من كده ما تبقى صعبه شويه لان هي فايدتها في الاخر ان الردم بتاعك جوار ما يخش عليك فانت محتاج يعني زي ما بيقولوا ايه يعني ادي الصوابع الاربعه اهو لو انت مسكت الصوابع ده وعملت كده او كده بص بتحرك ازاي انما لو هم كده بص هي دي الفكره ان كل ما قربت الخازوق من الخازوق كل ما كان صعب ان هم يتهيل يطلع منه. حد عنده اي سؤال يا جماعه في الجنرال انفو؟